أولى محطاتنا سالي، اليوم مثل ما حكينا رح نحكي عن شيء بخص الأطفال والتغذية. بالعموم كل الأطفال أو الأغلبية بالصيف بيكونوا حركين كتير، لعب، مسبح، رياضة، معنا وقت كتير طويل بنلعب من الصبح للمساء. صحيح. طبعا الحركة الزايدة يعني حرق زايد، يعني جوع أكتر، ولكن عادة بيكون التعويض للأسف بالأكلات الطيبة وبالشغلات اللي بتعطي حرارة، مثل ما بيقولوا هيك، سعرات حرارية زايدة، ولكن هي ما بتكون مفيدة للجسم. لهيك اليوم بفقرتنا رح نحكي عن التغذية الصحية للأطفال، وخصوصا بفصل الصيف مع زيادة الحركة وزيادة الحرق، شو ممكن يكون في تغذية مناسبة. مع ضيفتنا لليوم الاختصاصية في التغذية لما بنورة لنشرح أكثر ونعرف الأهل يلي عم بيتابعونا كيف ممكن يكون تغذية الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك سلمى وصباحك سالي. يسعد صباحك، اشتقنا لك أول شيء، نورتي صباحنا. يعني مثل ما قالت سلمى، الاطفال هيك بالعيد وين في اكلات فيها حلو فيها سكر، يعني بياخذوا مجدهم مثل ما بيقولوا. يعني مثلا بالايام العاديه احيانا بتكون الام ضابطهم، بس لا بالعيد يلا ماشي الحال مسموح. بس نحن يعني دائما مثل ما بنعرف انه الطفل معدته شوي حساسه، بحب ياكل وبيضعف قدام الاكل سواء كان مكشوف او غيره، بس بحب ياكل. يعني شلون فيها هيك الام على القليله بس تعمل وقايه صغيره للطفل لا ما يصيبه شغلات ثانيه؟ مزبوط، كثير يعني صحيح اللي حكيتيه سالي، انه الولد ما عنده كمان تفرقه بين انه شيء حلو على شيء مالح، على تشيبس، على اكلات طيبه الى اخره. بس هو ضروري، انا حابه بلش باعطي خطوط عريضه للتغذيه السليمه، انه الام وقت اللي بتعطي بتقدم غذاء سليم للطفل بتعطيه سبل، احد سبل الوقايه خصوصا بفصل الصيف لحياه صحيه اكثر. نعم. وخصوصا بهذا الفصل مثل ما ذكرتوا انه فيه فصل الحركه والنشاط. شوي الخطوط العريضه تضوي عليها. تفضلي. المفروض الطفل ياخذ 3 حصص خضار باليوم، حصتين فواكه. على طول يعني بيسمع المشاهد حصص حصص حصص، شو يعني حصه؟ الحصه هي عباره، اذا عم نحكي عن الخضار اللي فيها وزن، نص كوب. الخضار الورقيه بتكون كوب، يعني مثلا ورقه الخضار الورقيه، ورقه خس قطعناها عبيناها بكوب، هي حصه. بالنسبه للفواكه كمان نفس الشيء، الحصه بشكل عام هي نص كوب. في انواع من الفواكه تقاس بغير طريقه، هي صفة اخصائيه تغذيه او اخصائيه تغذيه هي بتعرف أكيد. الام اكثر على أكيد. كيف ماهيه الحصص يعني. فهي هون وقت اللي عم بعطي انا كأم او كأهل الطفل 3 حصص خضار وحصتين فواكه، عم بعطيه رينج هائل من الفيتامينات والمعادن والالياف والمياه، وخصوصا قديش ضروريه لحتى تعطي مياه بهذا الفصل اللي هو فصل الجفاف. نعم. والعطش والى اخره. نعم. كمان ضروري انه الام او الاهل، انا بحب ركز انه الاهل مو الام، لانه الاهل هن ام واب يعني مع بعض على طول على الام، تعطي 3 حصص من النشويات اللي مكونه من القمح الكامل. ليش مصر على القمح الكامل؟ للاسف نحن وقت اللي بناخذ القمح يعني الطحين مثلا مانو كامل، يعني هو دخل بكذا مرحله لتكرار، تكرار يعني فقد كثير من فوائده. خلي الطفل من هو وصغير يتعود على الخبز، يعني القمح الكامله، الخبز الاسمر او الشيء الحبوب الكامله، ليحصل على كل الفوائد اللي موجوده بهالقمح. ضروري ضروري الطفل يلعب او ياخذ، مو يلعب، ياخذ اشعه الشمس عند الشروق وعند الغروب. حلو. مشان فيتامين د، هذا الشيء ما بكفي، ضروري ياخذ كمان فيتامين د ما يعادل 600 وحده دوليه. انا عم بحكي من بعد السنه، تمام؟ من بعد قبل السنه هو 400 وحده دوليه ضروري. نعم. من بعد السنه لازم ياخذ يوميا جرعه تعادل 600 وحده دوليه من فيتامين د، غير تعرضه للشمس اللي هو قلنا بالشروق، عند الشروق او الغروب. ليش الفيتامين د؟ لانه هو بيثبت الكلس بالعظم. نحن هون بمرحله بناء للطفل. صح. اللي هو مثل المطموره، كل ما حطيتي فيها بيعلى رصيده. نفس الشيء الغذاء اذا اعطيناه سليم للطفل بيكون انت كاهل، انا يعني هو سبحان الله واحد بيروح للام، لا انا مصره الاهل، لانه هو تعاون بين الام والاب، عم تبني شيء، عم تعطيه مثل مخزون لحتى يحميه بالمستقبل من كثير امراض وشغلات، مشاكل صحيه. طيب بس دكتوره، يعني للاسف انه نحن بنعرف كل هاي المعلومات، او الاغلبيه من الناس بتعرف انه لازم الاطفال بسن معينه وحتى من الصغر يتم تاسيسهم على الاكل الصح، وانه الاهل اذا كانوا هن قدوه فالطفل رح يقلدهم.
بس بالعموم هاي القاعدة كتير نادر لحتى تطبق تمام. وكتير صعبة، لهيك عم نحاول ندور معك على البدائل تمام. اللي هي مثل ما بيقولوا أقل الخسائر تمام. يعني أنا ما بدي يروح صوب أنه أنا راضي ابني بإني أنا طعميه كل الأكلات الطيبة اللي هي بتضر صحته، ولا أني أنا أحرمه من كل شيء، لأنه في ساعات معينة ممكن الأم ما تكون قادرة تراقب الولد إذا هو عم يلعب بالحارة أو هو بمكان لا شعوريا بده يأكل مع رفقاته، بده يأكل مثلهم، بده يقلدهم يعني. وإذا انحرم من هالشيء رح يروح صوب شيء تاني، ما رح يعرف إنه هي مشان صحته، صحيح. حيفكر إنه أنا والله أهلي ما بدهم يجيبوا لي أو ما عندي، فهي كرمال ما يحس بهالنقص رح تجيب له. صحيح. فشو البدائل اللي هي موجودة بالسوق أو لم فيها تعملها وبنفس الوقت نستفيد من القيمة الغذائية؟ كثير مهم السؤال سلمى، وفتحتي باب طويل عريض. هي مشكلة التوعية بدها تكون للأهل، ويا ريت تبلش تدخل بالمناهج. يعني ليش في ببلاد برا قسم عن الغذاء بتعود الطفل من هو وصغير على اختياره للاغذيه؟ اول شيء كان انا كاهل وقت اللي عم جيب بقدم على مرحله الزواج وبدي اجيب اولاد، يعني بدي يكون القدوه، ما حدا رح يحب الاولاد اكثر من الاهل. صحيح. وقت اللي انا بكون قدوه شو بدي الطفل ياخذ مني؟ انا بدي مارسه بالاول. بتلاحظي هلا الاهل اللي بيأرجلوا الطفل باللا شعور بيجي بيمسك نربيش الارجيله، ليه؟ لانه هو قدوته عم بيشوف تماما. فشو بيعملوا الاهل؟ الولد بده يقلده. وقت اللي انا مثلا متعوده انه لانه الطفل ما عنده الميكانيزم تبع الشعور بالعطش ما بيكون كثير فعال عنده كطفل، فكيف بدي شجعه انه ياخذ مي؟ بينسى، بدي يشرب جنبه قدامه. بس انا تمام وقت كاهل حاطه كاسه المي او عم بفرجيه انه عم حضر بريق، حط فيه مثلا ترانشه ليمون على ترانشه بردقان على مثلا عرق نعنع، شوفوا هذا حطيناه بالبراد، كل ما بنعطش بنشرب منه. ليش انا عم بعطي هاي النصيحه سلمى؟ لانه اكيد الولد بده ياخذ، يعني مثل ما قلتي الاهل ما بيقدروا يراقبوا 100%، بده ياخذ شغلات انت مانك رضيانه عنها كاهل. بقى شو بتعودي له؟ انه عم بيعمل عم بينظف جسمه، عم بتعطيه ديتوكس بطريقه كثير مفيده ومغريه، لانه بس يشوف اللون الاصفر على اللون الاخضر على اللون البرتقاني في شيء مغري للنظر. انت كيف بتعملي؟ بتتعودي تفطري وفطورك بيكون صحي رح يقلدك تماما. بتتعودي تاخدي سناك بطريقه صحيه اللي هي خلينا السناك نعتمدها هي فواكه، وخصوصا بالنص الاول من النهار. شاركي طفلك صحيح. معك بالمطبخ، يعني اعمليها مثل متعه مثل نشاط. مثلا انت وقت اللي بتفوتين معك على المطبخ تنقول انا ابني ما بحب الفواكه، طيب كيف بدي شجعه ياكل فواكه؟ تعال نقطع، جيبي له هدول القوالب، ليك هي دائره، هي مربع، هي مثلث، ليك هي لونه احمر. يعني انت خديها كليرنينج اكسبيرينس مثل ما بيقولوا، خبره تعلم، تجربه تعلم منه، عم بيتعلم الوانه واشكاله، حتى فيكي تعلميها بلغتك الام وبلغه ثانيه لحتى انت تبلشي تقوي له مهاراته، عم بتخليه يعرف يستخدم ايديه. وقت الولد هو صدقيني معك بالمطبخ حتى بعرف الام يعني بتترك من ايدك الدنيا، خصوصا اذا عم تعمل معجنات لطحين بكل الامكنه، بس الولد رح ياكل من صنع ايديه. اذا ما بيحب الشغله لا بده ياكلها، لانه هو مثلا تنقول ابنك ما بيحب البطيخ، وقت مثلا وقت اللي انت خليتيه يقطع البطيخه بشكل هو شو الشكل المفضل عنده، ورده، بطه، اي شيء، اي شيء، هو صح. بيكون ساعتها عم بياكل الورده ما عم بياكل البطيخه، بس عم يستفاد تماما، فهو بيكون عم بيفوت شيء اللي بده اياه. بس كمان ضروري الام تضل حاطه او الاهل حاطين بعين الاعتبار النظام يكون متوازن. لازم يحطوا ببالهم انه الطفل بحاجه ل 700 ميلي جرام كالسيوم، كنا عم نحكي عن الفيتامين د، طيب بده الكالسيوم لحتى يتثبت بالعظم لحتى اعطي انا بنيه عظميه متينه. كيف؟ كاستين حليب او كاستين لبن او كاسه لبن، كاسه حليب، جبنه لبني انا حصلتهم. بس حابه ضوي على شغله، بليز البيضه الاهل ما يفكروها هو عنصر للكالسيوم، بليز لا، لانه هذا غلط شائع انا بسمعه كثير من الاهل تمام. اللي بقابلهم البيضه ابدا ما انا عنصر للكالسيوم، الكالسيوم موجود بالقشره ونحن ما بناكل القشره. البيضه هي ملكه الفوائد، البيضه اساسيه روتين. واللي بيقول انه البيض ما لازم تطعموا اولادكم بيض بالصيف، بليز لا. صح. البيض هي الحاصلة، يعني بتعرفوا انتو في البروتين هو عبارة عن أحماض أمينية تمام؟ هن 20 حامض أميني،
في منهم أساسيين يعني نحن ضروري ناخدهم عبر الغذاء، وفي منهم غير أساسيين جسمنا بيصنعهم من المواد الأولية اللي أخذها عبر الغذاء. تماماً. ايضا لما يمكن عم تحكي عن شغلات عن جد جدا مهمه، بس في نقطه يمكن دائما نحن بنضوي عليها، الام مثل ما عودت طفلها يلي بتطبخ بده ياكل طبخ، ولكن مثلا الام يلي معوده طفلها انه ايه انت ما بتحب الرز، يلا ماما روح هلا بنقلي لك بطاطا او هلا بنجيب لك بيتزا، فما بتطعميه من الطبخه اللي عم تطبخها. فقد ايه مهم ايضا تعويض الطفل انه لا هاي الاكله بالبيت موجوده الكل نحن بدنا ناكل منها، ليش ما بدنا ناكل منها؟ نحن بناكل الشغلات الثانيه، بس نحن ممكن ناكل الشغلات الثانيه بوقت سناك او بوقت ثاني، بس طول ما نحن مجتمعين مع العيله بدنا ناكل هيدا الطبخه. قد ايه هي مهمه؟ جدا مهمه سالي، وكثير برافو انه ضويتي عليها. في تاثير هلا قد ما الاهل كانوا هن مثلا واعيين لانه ضروري يعطوا الطفل غذاء سليم، بس في تأثير التيتا والجدة والعمة والخالة والعم والخال والأصحاب المقربين وتأثيرهم. يعني مثلا أنا بشوف من أولاد أختي أي حدا بده يجي لعند أختي بجيب للأولاد كياسة شيبس بسكويتات بونبونات، يعني طب ليه؟ أنا عطول بيلاقوني مثل الشرطي بقف لهم إنه ليه جيبوا لهم شيء مفيد أكتر، حتى العصير بلا انت عصري كالاهل بالبيت هن يعصروا، يعني بدل ما اعصر البردقانه بس اخذ المي منها حتى كل البردقانه بالخلاط مع اليافة. تماما باخذها باليافه يعني بفوائدها كلها. خلي التاثير فقط للاهل، ما قلت لك انه الولد بيقلد اهله يعني سوبرمان وسوبر وومن للاولاد هن الام والاب، صح. شو بيعملوا هن رح يعملوا، بس بلشت تفوت التأثيرات الخارجية وهذا الشيء الصغير اللي منحمله بين إيدينا واللي منحط لهم يا لأولادنا ليلتهوا فيه، أكيد بده يخليهم يكتسبوا عادات ما أنا من عاداتنا نحن المحلية. نحن أكثر من مرة بقول مطبخنا السوري مطبخ كتير غني، عاداتنا الغذائية كتير جيدة، حتى الولد يعني للأهالي أو للأمهات اللي هنين بيحبوا يضلوا محافظين على رشاقتهم، أنت كلي شغلات خالية من الدهون، بس إياكي تعطي طفلك شغلات خالية من الدهون. الدهون أساسية للطفل وخصوصاً لنمو الأنسجة الدهنية اللي هي بتتكون من 60% من مكونات الدماغ، فخلي ياخذ الحليب كامل الدسم، خلي ياخذ الجبنه واللبنه كامله الدسم، اعطيه باليوم مثلا حصه غذائيه مؤلفه من مكسرات منا محمصه منا عليها الملح، حصه شو بقصد بالحصه من 7 إلى 10 حبات لوز، قد ايه عم تعطي كمشة الايد كمشة يعني. تماما هاندفول، قد ايه عم تعطي اوميجا 3 او حبتين جوز، عم تعطي اوميجا 3 اللي هي اساسيه لنمو دماغ الطفل. طيب هون بدي اسالك، هلا في كثير موجود بالسوق صرنا نشوف بعض الاكلات اللي هي مغذيه ومعموله بطريقه حلوه، يعني مثل الشوفان اللي عاملينه مع فواكه مجففه ومع شوكولا مع حبات شوكولا، وموجود مثل قطعه الشوكولا العاديه موجود هلا باي سوبر ماركت او باي مول عم ينباع، مثل البوشار اللي بالكراميل، مثل في كتير شغلات هلا في شيبس طبيعي عم بيقولوا انه هو خفيف ولايت وكذا وهيك، فيها هي تقلي قولي شيبس بالبيت، قد ايه هدول مفيدين؟ يعني انا فيني اعتمد عليهم انه مثلا بدائل، فيني مرق قطعه شوكولا لانه كمان لا الكبار ولا الصغار ما فيهم ما ياكلوا شوكولا. كثير كمان مهم السؤال سلمى، لاحظي صناعه الغذاء كثير ذكاء اذكياء. الترند العالمي هلا صار في وعي عن الغذاء السليم عالي، مو بس بسوريا بكل انحاء العالم، فكأهل او كأي individual شخص عادي بده يروح يختار الأغذية السليمة، بيجوا بقى اصحاب المصانع الغذائية بيجيبوا لك شغلات مغذية مع شغلات غير مغذية وبيسوقوا لك اياها على اساس انت عم تختاري منيح. تماما عم تختاري الشيء الافضل اللي متوفر بالسوق. هلأ الشوكولا مثل الشيء اللي قلتي شوفان مع فواكه مجففة مع مكسرات ممتازة مع شوكولا ممتازة، بس يا ترى الشوكولا شو مكوناته؟ يا ترى داخله شيء مثلا مواد ملونات مواد حافظة كذا؟ هي نفس الفكرة عمليها بالبيت كتير سهلة. الفيسبوك واليوتيوب مليان مليان محطات
ومليان يعني طرق. تماما طرق لتعملي افكار حلوه. البوظه في حدا منا ما بيحب البوظه كبار وصغار كبار وصغار. طيب انت تعملي البوظه انت واولادك في طرق كثير سهله. انت نفس البردقان اللي عصرتيها حليها مو بسكر بشويه عسل، حطي لها شقف فواكه من فواكه الصيف، الالوان الهائله الموجوده بفواكه الصيف، وحطيها بقوالب هلا ورخاص يعني ما نون غاليين، حطيها بقوالب وانت واولادك حطيها بالفريزر. صدقيني رح بيكونوا هن عم بيسكروكي كل الوقت بدنا ناكل البوظه اللي نحن عملناها. متعه متعه صدقيني متعه سلمى. نعم أضاءت على تفاصيل كتير مهمة دكتورة، يعني دائما يمكن غذاء الطفل هو لبعدين اللي يعني بيلاقي مثل ما بيقولوا، حتى مثل ما بيقولوا اللي عنده بالكورونا اكتشفنا هذا الموضوع انه من المناعة هي من التأسيس اللي بتأسسه الأم للطفل. يعني بنشوف كتير عالم مثلا مصابين مناعة قوية، منين هيدا المناعة اجت؟ من هذا الشيء اللي نحن هلأ عم نحكي. فيا ريت نضوي على هدول النقاط الأساسية انه انت مو بس عم بتغذي طفلك لمجرد وقت حالي، ولكن هي تمتد لمستقبله حتى اللي بتجيب اولاد انت يعني. هلا طالما نحن عم نحكي على الغذاء السليم وخصوصا بفصل الصيف ترافقوا بنفس الوقت النشاط والحركه، الولد بده يلعب وخصوصا ما في مدرسه وما في التزامات، ويمكن مسمح له يسهر شوي زياده، يمكن مسمح له يفيق متاخر شوي زياده، وقت اللي بده يلعب خليه يلعب، بالعكس باللعب هو رح ينمي مهارات هائله. بما أنه ذكرتي سالي كورونا كتير أساسي نعود الأولاد، يعني مثلاً خلينا نبلش نحن كأهل بس نفوت من البيت يتعودوا أنه يعلوا إيديهم، ما مندقر شيء لحتى نفوت نغسل إيدينا. حلو. أول شيء عادة كتير حلوة، تاني شيء هيك خليها يكون فيها incentives. برافو عليكي. لعبة أنه إذا دقرت شيء يمكن ما بعرف في قصاص معين بس قصاص مهضوم يكون دغري هيك ايدينا مرفوعين نوصل على المغسله نغسل ايدينا، نعودهم ما ندقر شيء قبل، يعني لا يعني قبل الاكل مفروض نغسل، بعد الاكل، بعد استخدام الحمام الى اخره. اول عم نحميهم نحن من امراض هضميه سببها الاسهال، مشاكل هضميه، وجع بالبطن، بكتيريا زايده، كلهم تمام بتريك كثير بسيطه واللي هي لعبه تعالوا نلعب. يلا مين اللي دقر مثلا ما راح ياكل هالشغله الطيبه، الشغله الطيبه اللي انت عملتيها بالبيت. ما بدي يفكروا الاهل انه انا كثير عم نظر او عم بحكي اشياء مثاليه، لا مو لا غلط انه اشياء طبيعيه لازم تكون. مو غلط انه نحن اذا في القدره، لانه هلا كثير مفروض ننتبه على النصائح تكون ضمن القدره العائليه المادية. وللاسف انه الام عم تضطر تشتغل لحتى تقدر العائله توقف على اجريها، فهذا الشيء عم بيترك الاولاد مع التيتا والجدو اللي هن بيمرقوا شغلات كثير طيبه بدون ما يعرفوا الاهل. اللي كنت عم اقوله انه كلياتها هدول القصص اللي احنا عم نحكي عليها بسيطه ما بتكلف شيء، يعني اكيد كلياتنا عنا صابون ومي بالبيت، اكيد ما وصلنا لمرحله ما عنا اياهم بقلب البيت. انه مو غلط نحن يكون مره بالاسبوعين مره بثلاث اسابيع ناخذ الاولاد. ذكرتي من شوي سالي بالبدايه انه بحب البيتزا، بحب الهامبرجر، بحب الهوت دوغ اللي انا مثلا ضده قولا واحدا، مو غلط نروح يعني مرة مثل ما قلت بالأسبوعين أو الثلاث أسابيع، ولكن يبلش الخيارات تكون صح. يعني مثلا إذا بدنا نروح ناكل سندويشة شاورما ناخدها من فوق مو من تحت، نقول له اللي عم بيلف السندويشة ما تحطها هي بالدهون، ما تعبيها بالزيت، تمام ما تعبيها بالزيت وما تحطها مشان ما تاخذ، هو هيك عم يتوسى اكثر يعني، هو كل ما عمل هيك الناس فكر عم يتوسى. تماما سأسألي اياها بتطلع اطيب، هي شو بيكون او يحطها بالنار اعطيني شحوم اكثر بس مو طيبه غير هيك. هو بس انا ما بدي احرم الولد لانه الولد بده يقلد كمان غيره، ما بدي احرمه ولكن عوده انه انا اخذ الشيء الصح بالاول. مي بسة مشان ما تاخذ الحرق تبع النار، حرق النار هذا يعني بحلقات سابقه احكي هي طيبه وفيها قرشه بس شو بجوعتينا من الصبح هي مسببه للسرطانات، كارسينوجينيك اها مسببه للسرطان، فخليني انا اختار صح لابني يتعود بيختار مثلي صح، وبلش خياري بشي فيه خضره كثير. هلا ان كمان الخبزه اذا بنحرقها على الغاز مع اللبنه كمان هي غلط، اي شيء اسود سالي بتعمل هيك غلط بس تشوفي الاسود بعدي عنه.
تماما. بحلقات سابقه حكيت حتى عن طريقه ما كنت انا منيحه المعلومه فادتني يعني ايه. ما بعرف ايه. حتى يعني مثلا في ناس وقت بتشوي بتحمر شوي زياده الحكي. او بتقول لك مشوي ما بيأثر بتحمره شوي زياده او حتى وين على الفحم ولا بالفرن؟ لا بالفرن. المهم ما يوصل لمرحله سواد. بس وصل لمرحله سواد هون صار في تفاعل كيميائي، هذا الشيء مسبب للسرطان. الله يبعد عن الجميع وللكل الصحه والعافيه، ودائما دكتوره لما بتعطينا المعلومات الاكيده والمضبوطه، واللي بالنهايه الاهم مثل ما بنقول هي بهمها الفائده الكل يلي عم بيتابعنا واللي اكيد عم يتفرج علينا. ويسعد صباحك وشكرا على كل هالمعلومات. صباحك سالي. شكرا لك يا دكتوره لمع المعلومات اللي قدمتيها، وان شاء الله يا رب الكل يكونوا استفادوا منها، واكيد نحن ايضا اضفتي لنا معلومات جديده، كل مره بنتعلم شغلات جديدة. أهلا وسهلا فيك.